السلام عليكم، كي داير الاخوان؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير، صحه لاباس. مرحبا بكم في فلوق جديد، في نهار جديد. بالنسبه للفلوق ديال اليوم ان شاء الله نحاولوا نتكلموا على المدارس الخصوصيه، ولكن قبل ما نتكلموا على المدارس الخصوصيه بغيت نعرج على داك الحوار اللي درت مع داك المستشار. فهذاك الحوار كان جاب طلب من المستشار، فلبينا الدعوه بحكم انه هذاك العمل ديالنا، ولو ان الاختصاص ديالي انا هو محرر تحرير صحفي، ولكن هذا لا يعني انني ما غاديش ندير اللقاءات الحواريه. فبالنسبة للدور ديالي كان هو أنني ننقل جميع الأسئلة اللي كتروج في المخيلة ديال الساكنة ديال دمنصورت، من أجل يعني استقصاء ومعرفة الأجوبة من عند شخص اللي كان في الموالات، يعني من الموالات اللي كانوا تيسيروا بحكم أنهم كانوا تيكونوا الأغلبية. فلهذا وبما ان جاء الطلب منه، فالمهم الاسئله راه كانت وراه الاجوبه كانت كما شفتوا. تنتمنى انها تكون نالت الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم، هذا من جهه. ومن جهه اخرى راه الاسئله كانت في بعض الاحيان تتكون شي شويه مركزه، وكت يعني تقدر تكون في ما يقدرش هو مثلا يعطي الراي فيها بحكم انه كان عضو، ولكن هذا ما تيمنعش على انه راه كان يقدر يعطينا زعما يعطينا مثلا الفكره ديال الاغلبيه المكونه للمجلس. ايوا، في انتظار الاجابه على بعض الاسئله اللي بقات عالقه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فبالنسبه للمدارس الخصوصيه، علاش درتها؟ لان جات بطلب من واحد الاخت او الاخ، ما عقلتش في التعليق، غادي يطلع التعليق ديالو غادي تشوفوا. ولعلق قال لك اودي واش المدارس الخصوصيه كاينه في دمنصورت؟ واش كاين الثانوي؟ واش كاين؟ بالنسبه للمدارس الخصوصيه كاينه موجوده، انا درت زعما كاين في جميع تقريبا الاشطر، الشطر 6 ما فيهش، رغم انه كبير ولكن ربما حيت ما عمرش داكشي باش ما فيهش. وبالنسبه للشطر 5 في هذيك نور دمنصورت، شطر 2 فيه يمكن شامه ونعيمي، شطر 1 راه فيه ديك مجموعه مدارس النجاح، وفيه واحده اخرى يمكن السنابيل، ولا واحده اخرى يمكن كاينه في كاين واحد مدرسه اخرى كاينه رياض المعرفه اللي كاينه في شطر 8. وما هادو تقريبا المدارس. بالنسبه للثانوي، الثانوي ما كاينش في دمنصورت الا في النعيمي، ولكن كاين تخصص واحد اللي هو يمكن بي سي، يعني فيزيك، علوم، تخصص علوم الباك، بالنسبه للباك علوم فيزيائيه، هو اللي كاين. يعني سيونس مات ما كايناش، تنظن ما عاد لا داروا هذا العام ولا يديروا العام الجاي. دابا ما تيمنعش على انه راه كاين الناس اللي في دمنصورت وفي البريفيو كيجيهم ترونسبور من الحي الصناعي، الحي الصناعي سيدي غانم، هي فقط باش تكونوا على علم بهذه القضيه هذه وصافي. نتوما تشوفوا الدوبلاج على اليمين، رغم انني غادي ب 60 وهاد البلاصه فيها 60. فلا زلنا في الموضوع ديال المدارس الخصوصيه. فبالنسبه للناس اللي تيفضلوا ان اولادهم يقراو في الخصوصي، فهذا امر تيخصهم بطبيعه الحال. حنا ما تنديروا لا الاشهار لا للخصوصي ولا للعمومي، انا راه كتبت مقالات كثيره في هذه القضيه هذه، انه بالنسبه هذيك تتبقى قناعه، القناعه ديال كل واحد. واحد الانسان تيحب العمومي، واحد الانسان تيحب الخصوصي. اللي كنعرف ناس لاباس عليهم تيقريو في العمومي، كاين ناس ما في حالهمش وكيقريو في الخصوصي، يعني كاين واحد التناقض هذا، يعني على انه الناس عندهم قناعه معينه باش انه يديروا ولادهم سواء في الخصوصي او لا في العمومي. لهذا ما يمكنش ليك تحكم تقول اودي لا راه. وفي واحد من الناحيه ولات
ولات بحال شبه التباهي بان راه ولادي تيقراو في العموم في الخصوصي او لا ولادي تيقراو في المدرسه الفلان فلانيه او لا، لدرجه انه حتى التسميه ديال الاسم ديال الاسم ديال ديال المدرسه ولا حتى هو تيشكل مفخره لذاك اللي تيقري فيها، بحال ولادي تيقراو في فيكتور هيغو ولا ولادي تيقراو في سان بيير ولا. لكن حتى المدارس ديال البيع حتى الفرنسيه. وباش نلخص لكم انا العموم ديال هادشي والمجمل، القرايه هي الدار، الا ما تيقراش في الدار ولا واخا يقرا اينشتاين الا ما تيراجعش الدري في الدار. خديت قهوه عند هاد الاخ هذا راه عمرها دار، قهوه زوينه نديرها في الطوموبيل، وتن هو اللي كينحضر عمران، هو اللي تيوقف حدا عمران، تعامل زوين وقهوه زوينه وتنتعاونوا حتى مع هاد الناس، هاد اللي ناس صحاب القهاوي راه عندهم هم الكليان ديالهم وكذا. هذا اخواني اخواتي تنقول كيف قلت لكم قبيل على حساب الطريقه ديال على حساب التعليم الخصوصي والعمومي، راه القرايه راه هي الدار، راه الاستاذ في القسم تفسر ليك الامور وتكذا، واني خص التلميذ يجي للدار وخصو يثبت على داكشي في العقل ويدير تمارين زايده، يدير بزاف ديال التمارين اضافه الى التمارين اللي عطاه الاستاذ، يدير تمارين اخرين ويبحث ويدير، لانه الاستاذ ما يمكنش يجي يجاوب لك الاسئله سواء في الخصوصي او في العمومي. هادشي باش نلقاو بعض الناس، بعض التلاميذ والطلبه تيكونوا مجهدين كاع واخا تيقراو في العمومي، وكنلقاو عاوتاني العكس بعض الطلبه اللي تيكونوا كاع ناقصين واخا هما في الخصوصي. فالمساله ليست مساله انه تتقرا في العمومي او لا تتقرا في الخصوصي، مساله واش انت كتوجد في الدار او لا، لا واش انت عندك واحد الرغبه باش انك تقرا وتراجع وتزين راسك باش دير سواء مثلا الاضافيه وتبحث، يعني هذاك التلميذ واش يعطي الوقت التثبيت هذاك المسائل اللي عطاه الاستاذ في فاش يكون في الدار او لا. اما الا عطاك الاستاذ واخا يعطيك ما عرفاش شنو، راه الا ما جيتيش للدار وتبتي هذاك الشيء في العقل ديالك راه ما يمكنش سواء في هذا العمومي او الخصوصي، راه تتبقى مساله ديال مساله شخصيه وصافي. هو لهذا اش نقول لكم، لهذا غير هو واحد القضيه، واحد المساله اللي نقدر نقولها على حساب التعليم الخصوصي، هو انه الانسان تيطمئن على ولده بحكم انه تيكون مراقب اكثر، يعني تيكونوا اساتذه ردي ليه البال، اداره ردي ليه البال، تيكون عنده الوقت معين فاش يدخل ووقت معين فاش يخرج. وبالنسبه للعمومي لا، تيدخل مع الجوج يخرج مع ثلاثه ونص، ما جاش الاستاذ يبقى جالس قدام المدرسه، وهذاك الكونتاكت ولا هذاك الاتصال اللي تيكون مع الدراري اللي انت مثلا بغيت ما بغيتيش يكون مع في اتصال معهم، هو اللي تيكون تيشكل شي شويه خطر على التلميذ. هذا هو اللي نقدر نقول، هذا هو اللي نقدر نسميتو. والما باقي راه تيبقى قناعه شخصيه ديال كل واحد، سواء بغى يقرا في البريفي ولا بغى يقرا في العمومي، الله يعاون الجميع. تنتمنى من لانهم هذوك راه هما الثمار ديال 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 داك الاب وديك الام، لهذا فتيشوفوا فيهم تيشوفوا بعيد في هذوك التلاميذ، في هذوك الاطفال، في هذوك الدراري، في هذوك الخلف، داك الخلف يعني تيشوفوهم وتيتمناو باش انهم يشوفوهم من الفوق، ويتمناو انهم يشدوا على المراكز، وتيتمناو انهم يشرفوهم ويتهناو عليهم في المستقبل ديالهم. لهذا تلقى الناس مساكن ما فحالهمش تيحاول ما امكن يقري ولدو في البريفي، لانه تيقولوا ودي راه انا احسن ليا انا نتهنى عليه، كيف تنقولوا حنا تي انفيستي في هذوك الاولاد. عوض ما يمشي انفيستي في الطوب وفي الحجر وفي الارض، تيقول انا بغيت انفيستي في هاد الاولاد هادو، فاش يعني تيستثمر فيهم باش غدا ولا بغدا في حاله ما اضطر على انه مثلا الله اعلم قدر تدور به الوقت ولا مثلا يعني راك عرفتوا الزمان خطر، الزمان راه دوار،
يعني تيقولوا ودي نستثمر في هذوك الوليدات ان شاء الله نوصلهم وندير وان شاء الله يعوضوني خير. كاين مساله اخرى وثاني، كاين بعض الاباء اللي ما تيوصلوش لواحد المرتبه معينه اللي كانوا تيطمحوا ليها لسبب ما، سواء يقدر يكون لانهم ما وصلوش، ما كانوا عندهم مشاكل عائليه ولا ماديه ولا، فتيطمحوا على ان هذوك الابناء ديالهم انهم هما اللي غادي يوصلوا لهذاك الشيء اللي هما كانوا تيتمنوا يوصلوا ليه. هذا ما كان، وتشكركم بزاف، تشكركم بزاف الاخوان، شكرا على المتابعه ديالكم وشكرا على الاهتمام ديالكم. ولا عندكم شي مواضيع ولا شي حاجه ماشي مشكل، حطوها في التعليقات، راه ممكن نتطرق ليها، لان عقل واحد راه ما يمكنش يمشي لنا بالمساعده ديالكم وبالتشجيعات ديالكم باش ممكن مثلا القناه تمشي بعيد. ان شاء الله غادي تمشي بعيد باذن الله، لان المحتوى جيد والناس اللي متابعينا الحمد لله كلهم نقيين.